عبد الملك سلال اللي الناس يعتبروا فقاقير وبعد يعتبروا بهلوان، كان مهرج، هو عنده روح تسمى هذيك تسمى قصايري وقدام مينيس. ممكن مهرج، كان عبيط، المهم بعرفت قاس ديبيل مونتال هذا. يعني ابيان هذا عبد الملك سلال يبهدل تبون قدام لي كاميرا، قدام وفد كامل يمرضهم، وتبون ما يتحركش. هذا يقول لكم تبون رخيص، جيبوني وزير واحد في العالم اللي يتبهدل هكذا قدام الناس ويسكت ويزيد يضحك. هاوليك الصون تاع الكراجات هذيك، تطوروا الجيريه ايفولوي دوك، ما كومش على كوت دي الجيريان دي الجيريون، او خليونا في خليتونا غير في الترغودا. تعرف شو الترغودا؟ الحشيشه الرامجه هذيك اللي ناكلوها كي تعود الميزيريا. احنا تطورنا صاحبي، فباكم قاعد يتثقفوا شويه، لازم جو ريست فوندامونتالمون ديجو بريزيدون يضل يعاود، وحنا قاعد يقولوا تثقفوا، يعني ماهوش مثقف، ماهوش مثقف، يقولوا فينا باري كوت دو بوبل، ما تسمعوش الشعب. شو كان يعطي له في دروس؟ تبو العمر ما كان يسمع للشعب، يعطي له في دروس ساكت، كلمه ما قالهاش، كلمه ما قالهاش. ارخص من هكذا ما كانش يا ناس. ينعل بوه بوست تاع وزير اللي برمدني ولا يبهدلني ولا ينعل بوه بوست تاع وزير، واش حدير بيه؟ يبهدل قدام الناس اللي هي ردوا الصرف. ليه قال احشم على روحك، قادر روحك، وتعطى تعليمات انه هذه الصوره ما تعديش لعشا في التلفزيون، ما تبهدلنيش قدام مرتي وولادي وجيراني وبني عمي وخاوتي وخواتاتي واهلي، بهدلنيش قدامهم تجي نتايا تبهدلني تقول لي تثقف ماكش في عين الاخر كدا وسي بروفونديمون ديسي وترغودا وكدا. لا، هو يضحك يقول له تعرف شي ترغودا ويضحك. لا، ليه تخطب؟ قال هاد الصور ما تعديش وطيش لا ديميسيون. قال لي نعلبوها خبزه. وي راتب يديرها الرجال يديروها، هذا نذل. واحد يكون مربي على الذل، مربي على الرخص، ما تنتظر منه والو، ما تنتظر منه والو، إنه هذا مربي على الذل. وعلى هذه في وقته الجزائر تمشي وتذل، للأسف الجزائر تمشي وتدل في عهد رئيس مذلول، راجل اللي كان يمشي يمرد على يديه ورجليه، ها يزيد وشوف واه يزيد. مش نعرف نوعية الشخص هذا، كيما كان يديه ورجليه، شوف. هذا يكون رئيس تاع الجزائر؟ أبدا. الله لا يتربح القايد صالح، الله لا يرحم فيه عظم اللي خلانا هذه التركة هذه. ما صابش شكون يخير، لأنه هو نيفو أردواز، نيفو تحت الرونجيرز قايد صالح. ها فرق بر وبنادم ما تقدرش تذكر بخير، لأنه مصير شعب، مصير أمة، حتى ما بين يدين واحد رخيص، حطوا ما بين يدين واحد رخيص، وزاد وجد موراه واحد بواد معقد من الفاتشة ديالو، يلم في عقد من صغره، وهذا اليوم راه على راس البلاد. فوالا، ما يخلوش الجزائر تعيش يعني برجالها وبنسائها وبكفاءاتها. العجب العقدي واحنا جزائر معروفة، جزائر تعنيف وتع حرمة وتع كذا،
يجي يحكم فيه واحد رخيص كيما هذا نتيش ما نتيش. يعني شوف لما كان الشادلي على راس الدولة الجزائرية واختاروه ولاد الحرام العربي بالخير ونزل عسكر فرنسا خيروه باش يعطوه باش يمشيوه كيما يحبوا، ما دارش واش دار تبون في الجزائر وما كانش رخيص ما كانش نذل لا 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 شادلي نو ما كانش مرخص ما كانش مرخص لا كان راجل كذا منا صح الى سكسيدي يعني جا خلف قامة كبيرة عملاق سي نورمال يبان قزم حتى هو، ولكن هذا واش قلنا على شادي قزم هذا واش يكون شادي كاشي اخر لما كي تشوف هذا يا مرضاك عن الشادي هشام عفوان الله اكبر هشام عفوان هشام عفوان